تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين. نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية ضخمة قدمت المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، والتي احتوت على 1,000,000 كرتونة مواد غذائية و100 طن لحوم بلدي، وذلك بمناسبة احتفالات 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك. كل سنة وانت طيب يا ريس، ربنا يبارك لنا فيك. كل سنة وانت طيب ومصر طيبة وجيش مصر طيب. ربنا يخليك يا رئيس ويديك الصحة. كل سنة طيبة سيادة الرئيس. روح الله ينصرك. يا رب يخليه ويطول عمره. اسمع عليها كلها بتحبك يا رئيس. ما نعرفش نمشي خطوة من غيرك يا رب. ربنا يخليه ويبارك فيه ويكرمه وينجيه. كل سنة هو طيب ويكفيش عن المرض. يا رب يجيب لك الصحة والعافية. السيسي الله يديله الصحة وبارك فيه. تحيا مصر، تحيا مصر. يديله الصحة والعافية الريس السيسي. مصر في دمه زي ما هي برضو في دمنا. انصروا على من يعدي يا ولدي. معاو نعمل تاريخ نتباها بيه. إدنا معاو في إيده هنبني مستقبل وطن. ده اللي أمن علينا عشان نهض حتى. أسأله من كل قلبي وأقول له كل سنة وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيه ويسترها معاه ويخلي لشعب مصر. This is the kind of
وتستمر قوافل الخير وتحيا مصر.